النجم الكبير بنفسه منور. اقعد وحشني يا حبيبي. ايه ده عم اني لوك ده؟ لا عشان المسلسل الجديد يا معلم. سيبك مني قول لي انت اخبار الشغل ايه؟ والله يا صاحبي الافكار كتير بس مفيش تمويل والقروض بقت شروطها صعبه قوي. يا راجل ده بنك القاهره من اكبر المتخصصين في تمويل المشروعات المتناهيه الصغر والصغيره والمتوسطه. ده غير ان عنده اسهل الشروط واريح طرق للدفع. انت ما بتتفرجش على التلفزيون صح؟ هو الكلام ده اتقال في التلفزيون؟ يا واد انا اللي عامل الاعلان انت ما شفتوش؟ روق بقى يا نجم روق. طب اوعى كده عشان لوجو البنك ينزل. بنك القاهره معا لغد المشروع.